امبارح بيقدر لويس دياز رغم كل الظروف اللي بيعاني منها اللاعب لاعب ليفربول من ان هو يحقق التعادل للريدز في الدقيقه 95 من عمر المباراه امام لوتون تاون بعد ما كان الفريق متاخر 1-0. بعد تسجيل دياز هدف التعادل من كره راسيه في الدقيقه 95 من الوقت المباراه ومن الدقيقه 5 من الوقت بدل ضايع للمباراه بعد نزوله بديلا في الدقيقه 83، بيحتفل دياز بان هو بيقلع التيشيرت اللي كان لابسها وبيكشف عن قميص كاتب عليه الحريه لوالدي. وشفنا دعم كبير جدا من كل الجماهير ومن يورجن كلوب ومن كل عشاق لويس دياز بسبب ظروف اختطاف والد لويس دياز، وطبعا هو لاعب من اللعيبه اللي بيراهن عليهم دايما يورجن كلوب في المباريات، ظروف صعبه جدا ورغم كده بيلعب فيها اللاعب ويقدر ان هو يؤدي ويضيف هدف التعادل لفريق ليفربول. شفنا تحيه كبيره جدا من الجماهير في ليفربول للاعب بالامس، وكانهم طبعا يعني بيداووا جراحه والامور والظروف الصعبه اللي بيمر بيها، وهتافات كبيره جدا للاعب ولوالده. بنتمنى سريعا جدا ان شاء الله نشوف أمور جديدة بتحصل في الموضوع ده علشان نعرف إيه الجديد اللي ممكن تتخذه السلطات علشان يبحثوا عن والد لويس دياز خلال الفترة القادمة.